بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بكم في قناتكم قناة الزراعة المنزلية. اليوم معنا فيديو جديد وهو نقل شتلات الجهنمية إلى حوض أكبر. وبسم الله نبدأ حتى لا أطيل عليكم الفيديو. لديك تشاهدون معنا شتلتين للجهنمية، هذه لون أحمر أو وردي كما تشاهدون الأزهار، أما هذه فهي باللون الأبيض، وكلا الشتلتين يوجد عليهم الآن نقص عنصر الحديد كما نلاحظ، وأيضا أكثر من عنصر من العناصر يوجد عليهم نقص، هنا أيضا نقص النيتروجين، لذلك سوف أنقلهم إلى حوض أكبر وسوف أقوم بالجمع بين الشتلتين في حوض واحد، فتابعوا معنا الطريقة الآن. بالنسبة للتربة، تربة مختلطة ما بين البتمس والبرلايت والبوتنكسول، وصدع لكم إن شاء الله في أسفل هذا الفيديو صندوق الوصف فيديو خاص في التربة وطريقة إعدادها لمن أراد الاطلاع والإفادة. بالنسبة للحوض كما تشاهدون حوض كبير، سطل بويات مخرم من الأسفل كما تشاهدون، في الأسفل يوجد خروم كما تلاحظ لتصريف الماء، وأيضا وضعت في الأسفل قطع من الفلين. الآن سوف نبدأ إن شاء الله نضع جزء من التربة بداية. نضغط التربة بهذه الطريقة، كما نشاهد نضغط التربة حتى نزيل الفراغات الهوائية من الأسفل، ونقيس الأحواض الشتلات في البداية قبل نزعها، فنلاحظ أننا نحتاج زيادة، نقوم بإضافة تربة أخرى بهذه الطريقة. الآن نريكم طريقة إزالة الشتلة من الصيص بهذه الطريقة. نضع الأصابع على الشتلة ونقلب الحوض ونضرب على طرف الحوض بهذه الطريقة. خرجت الشتلة معنا الآن، نشاهد في الأسفل هذه قطع الفلين وضعت سابقا في الشتلة سابقا عند زراعتها من العقلة، نقوم بنزعها. نحرك جزء من الجذور من الأسفل بهذه الطريقة، نفككها قليلا. شاهد جذور النبتة إن شاء الله سليمة. نزيل التربة السابقة جزء منها من الأعلى، لاحظ أن التربة القديمة تعتبر تربة فقيرة حاليا، فلا بد من نقل الشتلة إلى تربة جديدة غنية بالعناصر. لاحظ الجذور سليمة ولله الحمد، لا يوجد أي مشاكل على الجذور. الآن ننقل الشتلة إلى الحوض الجديد. لاحظ ضرورة أن تكون التربة الجديدة لا تكون أعلى من اللازم عن التربة السابقة إلى هذا المستوى. ثبتها جيدا ثم نأتي بالشتلة الثانية. بذات الطريقة
نمسك الشتلة بين الأصابع بهذه الطريقة ونقلب الشتلة وعلى طرف الحوض، خرجت معنا الآن. ذراعتها كانت عن طريق العقل كما نلاحظ. نحاول نفكك أسفل التربة ونحرر بعض الجذور ليسهل انتشار الجذور في التربة الجديدة إن شاء الله. شاهد الجذور سليمة، لا يوجد فيها إصابات، فقط تغير اللون نتيجة الري. أيضا من الأعلى نزيل جزء من التربة هذه الطريقة. كما نشاهد معكم الآن بعد إزالة جزء من التربة القديمة نضع الشتلة في الحوض الجديد. نضعها بهذه الكيفية كما تلاحظون. نحاول أن تكون شتلتين متوازيتين في المستوى. الآن نزيد التربة. ونحاول نضغط على الفراغات لتثبيت الشتلات. نضغط الأصيص بهذه الطريقة حتى تتخلل التربة الفراغات بشكل جيد، وعند الري بإذن الله سوف يتم إغلاق بقية الفراغات في أسفل التربة وإخراج الهواء بشكل جيد. نضغط بشكل جيد كما نلاحظ. والآن يتبقى فقط الري، يكون الري بشكل غمر حتى يتم تصريف الماء من الأسفل. هذا في البداية، بعد ذلك خلال يوم أو يومين يتم ري الشتلات بإضافة منشط جذري لتنشيط الجذور للنبتة ونموها بشكل جيد. والآن سأنقلكم إلى شتلات تم نقلها تقريبا قبل 10 أيام، وأضفت لها السماد المتعادل مع الحديد، وتلاحظون الفرق معي الآن سأنقلكم إليهما. وبهذا نكون انتهينا من نقل الشتلات للحوض والدمج بين نبتتين مختلفتي الألوان. كما ذكرت يتم الري حتى يتم تصريف الماء من أسفل الأصيص أو من أسفل الحوض، وفي هذه الفترة لا يتم إضافة أي نوع من أنواع الأسمدة حتى نتأكد من نمو الشتلات بشكل جيد. بعد ذلك يتم إضافة الأسمدة، ولكن خلال يوم أو يومين ممكن نضيف ري خفيف بإضافة منشط جذري لتنشيط جذور النبات، وممكن خلال أسبوع من الآن نضيف سماد متعادل بيكي متعادل إذا لاحظنا عدم وجود تأثر للنبات أثناء النقل. الآن سأنقلكم إن شاء الله إلى الشتلات القديمة التي تم نقلها، وأريكم الفرق الذي حصل على النبات بعد النقل وإضافة السماد. الآن تشاهدون معي النبتة السابقة التي تم نقلها، تشاهدون نموات الجيدة على النبات بعد النقل كما تشاهدون بعد إضافة السماد. هذه النبتة الحمراء اللون الأحمر، وهذه النبتة أيضا ذات اللون الأبيض الأزهار البيضاء،
نشاهد الأفرع الجديدة على النبات. هذه الأوراق القديمة، ونلاحظ وجود بداية نمو جديد. أيضا هنا نمو جديد على النبتة. هذا بعد إضافة السماد، تغير لون الأوراق النبات كما نلاحظ، وهذا النبات ذا اللون الأحمر كما نشاهد وجود عليه أزهار. أيضا نشأت أزهار جديدة كما تشاهدون، نتيجة نقل النبات إلى حوض أكبر وتربة جديدة، وبعد إضافة السماد. أيضا تشاهدون هذه النبتة الأخرى، نبتة الفل، تم نقلها أيضا لوحدها في حوض أكبر. نشاهد الفرق الطارئ على النبات بعد النقل تقريبا بخلال 10 أيام. نشاهد الفروقات في أوراق النبات وأيضا النموات الجديدة. لذلك يفضل عدم ترك النبات في حوض صغير جدا فترة طويلة، مما ينتج عنه ضرر النبات، وممكن أن نفقد النبات نتيجة ضيق أو صغر الحوض. لذلك يفضل دائما الحرص على نقل النبات لحوض أكبر عند حاجة النبات. وبعد النقل كما شاهدتم الفرق أمامكم الآن. هذه نبات سدر كما تشاهدون، سدر صيني، وإن شاء الله خلال 2 أيام القادمة سوف نقوم بتقليم النبات وإضافة فيديو جديد للقناة، طريقة تقليم نبات السدر وإضافة السماد البلدي للنبات. فتابعونا في القناة، ولا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وعمل لايك ومشاركة الفيديو مع الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.